إن العمل على تطوير الخدمات العلاجية بصحة الطائف واستحداثها لا ينقطع، وتواكباً مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز خدمات الطب المنزلي، تم استحداث البرنامج بمستشفى الأطفال ومستشفى المويه العام، واستحداث خدمة نوعية هي التغذية الوريدية المنزلية، وتحقيق زيادة بنسبة 8.4% لتسجيل المرضى الجدد، ليبلغ إجمالي المسجلين ببرنامج الطب المنزلي 2070 مريضاً، وزيادة بنسبة 22.6% للزيارات بعدد 18,032 زيارة منزلية بنهاية عام 2018 ميلادي. ولخدمة مرضى الغسيل الكلوي تم تركيب وتشغيل عدد 26 جهازاً إضافياً بمستشفيات صحة الطائف، حيث تم دعم قسم الغسيل الكلوي بمجمع الملك فيصل الطبي، واستحداث الخدمة بقسم للغسيل الكلوي بمستشفى الأطفال، واستحداث الخدمة لأول مرة بثلاث مستشفيات طرفية. ولخدمات طب الأسنان حققت الطائف طفرة نوعية باستحداث وحدتي جراحة لعلاج أسنان الأطفال بجلسة واحدة بتخدير كامل، وتقليص انتظار موعد العيادة من 300 يوم إلى 15 يوماً فقط، وتحسين معظم قوائم الانتظار منها أسبوع فقط لعدد من التخصصات. ولا يكتمل الحديث عن تطوير خدمات طب الأسنان دون ذكر دعم وزارة الصحة بإحلال 32 عيادة أسنان، والدعم بالتجهيزات اللازمة لاستحداث خدمات نوعية بتكلفة قاربت 10 ملايين ريال، لتكون الوزارة شريكاً أصيلاً في تطوير خدمات الأسنان بصحة الطائف بوجهها الحضاري المشرق الحديث. وفي خدمات الرعاية الصيدلية تم استحداث مشروع الصيدلية الذكية وخدمات النقل الهوائي بالمستشفيات التخصصية والمرجعية للحد من الأخطاء البشرية، وتوفير جهود القوى العاملة وتقليل المخاطر، وتوفير الخدمة الذاتية للمراجعين.